يعني كويس ان حضرتك اشرت للصحف الخاصه والحزبيه. البعض يعني ممكن من ضمن الانتقادات اللي ممكن توجه للهيئه ان الهيئه قافله ابوابها على الصحافه القوميه والصحفيين العاملين في الصحف القوميه فقط. هو القانون بيخصص للهيئه الوطنيه للصحافه اداره الصحف القوميه فقط، ولكن الصحف الخاصه والصحف الحزبيه تتبع المجلس الاعلى للاعلام. ولكن احنا لما نيجي نعمل تطبيق، انا ما بعملش تطبيق للهيئه الوطنيه للصحافه فقط، انا بعمل تطبيق لمصر يمثل الصحافه المصريه. وانا يهمني جدا ان احنا لما نكون الصحافه المصريه والصحافه الحزبيه قويه والصحافه القوميه قويه، ده تنافس. احنا عايزين هذا التنافس، التنافس في الاخر لصالح مين؟ لصالح الدوله المصريه اللي احنا كل يوم بنشوف جديد فيها، بنشوف مشاريع قوميه على اعلى مستوى. تمام؟ والتطور اللي بتحصل في الدوله المصريه احنا بنحاول ان احنا يعني نظهره لجميع القراء. طيب حضرتك ذكرت الان ان الهيئه مهمتها الدستوريه اداره المؤسسات الصحفيه القوميه المملوكه للدوله. ما هي حدود تدخل الهيئه في المحتوى الصحفي؟ شوف حضرتك، انا من يوم ما جيت هنا تقريبا، مش تقريبا، انا باجزم عمري ما تدخلت في المحتوى الصحفي. المحتوى الصحفي ملك لرئيس التحرير. احنا ممكن ان احنا بنيجي نرصد في حاجات، واحيانا وانت بتشتغل في اخطاء، الاخطاء انا يعني عندك بقول لك شوف ديت مش صح. ليه؟ لان انت عارف لما جينا عملنا هنا دعم لجنه دعم المحتوى، يعني ايه حضراتكم كنتوا بتلاقوا مشاكل كثيره ان انتوا بتحصلوا على المعلومه، انا بجيب لكم المعلومه من مكانها، من جهاز مثلا مركز الاحصاء، ده احد يعني انواع برضه. يعني بتدعم عمليه، حضرتك بتدعم عمليه تداول المعلومات بالظبط كده. وفي اما كمحتوى عمري ما تدخلت. انت رئيس تحرير، انا كلمتك مره وقلت لك اعمل كذا وكذا، هنا يعني تبقى صعبه يعني تبقى صعبه على الاطلاق. على الاطلاق. فاي رئيس تحرير هو يعني قائد. هل حضرتك راضي على او راضي عن المحتوى الصحفي؟ شوف حضرتك، انا كقارئ انا شايف في محتوى صحفي كويس، ولكن احنا عايزين محتوى صحفي افضل. تمام؟ دايما احنا بنميل للافضل، لان احنا عندنا طموحات. انا عايز المحتوى الصحفي يبقى افضل محتوى صحفي في العالم، لان احنا عندنا دلوقتي المناخ في كثير جدا للصحفيين، في ادوات كثيره جدا، في مواضيع كثيره جدا الصحفيين يكتبوا فيها. فانا محتوى الصحفي، الناس اللي هي بتقول المحتوى الصحفي كذا او كذا، لا انا ضد هذا. انا المحتوى الصحفي بتاعنا جيد، ولكن انا عايز الافضل.